ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الانتخابات اولا رأيك فيها ايه؟ رأيي ان الانتخابات مش اللي كنا بنأمل بيها بعد ثورتين، وان قانون الانتخابات لازم يتعدل، وازاي هنعمل انتخابات والناس اللي كانت قايمة بثورة في قلب السجون. فانا شايفة ان الانتخابات ما فيهاش تكافؤ يعني. طيب احنا انت عارفه طبعا ان احنا على مشارف انتخابات مجلس الشعب 2015، وشايفه الاحداث الراهنه في الشارع المصري من انفجارات وارهاب وكده. هل تعتقدي ان الناس هتخاف تنزل في ظل الظروف الحاليه اللي تشهدها البلاد؟ هو بص، الناس مش هتبقى في انتخابات يعني، الناس مش هتبقى بتشارك بالقدر اللي الدولة عايزاه. انا شايف ان الانتخابات كان نفسي انها تتأجل، وان احنا نحارب الارهاب وتستقر البلد، وبعد كده ان احنا فعلا ان احنا نعمل انتخابات ويبقى في تكافؤ فرص ودور للشباب. لكن للاسف انا شايفه ان في تفجيرات وبلد غير مستقره خالص، وما اعرفش الانتخابات بتتعمل على اي اساس. زائد ان النظام الاولاني بتاع الحزب الوطني راجع بكل قوه، يعني كل اللي كانوا في الحزب الوطني اللي اتقامت عليهم الثوره هم راجعين تاني يعني. فانا حاسه ان البرلمان الجاي ده هو برلمان 2010. طيب انت طيب حضرتك شايفه ان ده وقت ان احنا نعمل فيه نجري فيه انتخابات البرلمان ل 2015، ولا شايفه ان احنا ناجله شويه لحين القضاء على الارهاب؟ لا، انا شايفه ان احنا كنا اجلناه شويه ولو 6 شهور على الاقل، ان البلد تستقر فيها. ان انت شايف لدرجه ان احنا لغايه النهارده في قنبله في المحله خدت بنك ومطعم وخدت بيت، والناس خايفه لغايه دلوقتي تودي ولادها المدارس. فازاي هتيجي عمليه انتخابيه بالمنظر ده؟ ويا ترى الجيش هيأمن الانتخابات ويعرف يأمن بره، والشرطه هتعرف تأمن الانتخابات؟ ولا انت شايف ان الجو ده احنا عندنا الحدود ملتهبه، يعني عندنا ال3 حدود فيها التهاب دلوقتي جامد جدا يعني، ما ينفعش. فازاي يبقى في حاجه ملتهبه عندنا واحنا مبينين لنفسينا جوه ان في استقرار؟ احنا ما عندناش استقرار لغايه دلوقتي، ما فيش استقرار في مصر. مدام سحر الغرياني بنشكرك شكرا جزيلا. استاذه ريما المهدي اهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا. انا سمعت ان انت من حمله اسمها حمله مراقبون، وان انت ليكي نشاط في الشارع السكندري. عايز اسالك سؤال، انت شايفه من واقع وجودك في الشارع في ظل الانفجارات الحاليه او الحاجات اللي بتشهدها البلاد حاليا، المواطنون هيحجموا عن النزول للتصويت؟ المواطنون هيحجموا عن التصويت، جايز عدد كبير قوي ما ينزلش، وبس ده مش بس عشان الانفجارات، عشان وضع البلد. يمكن ناس كتير قوي ممكن تكون فقدت الثقة في عملية التحول السياسي في الشارع، وما يكونش عندها مقدرة في ان هي ترجع تاني تنزل وتشارك بالطريقة دي. وفي برضو ناس كتيرة هتحجم عشان موضوع التفجيرات. يعني ايه المشاركة السياسية في الشارع او الوضع السياسي في البلد؟ مش فاهم. في شريحة كبيرة من الناس فقدت الثقة في التحولات السياسية، وفقدت الثقة في الناس اللي بتشارك في العملية السياسية نفسها، ومبقوش عارفين أصواتهم فعلا يعني هتم. الأكبر من كده أو الأصعب من كده إن الناس قلقانة من حاجة معينة، وهي عودة النظام القديم، خاصة بعد ظهور بعض الرموز اللي معروفة للحزب الوطني ومعروفة بإفساد الحياة السياسية فيما قبل 2011 برجوعهم، وكمان مشاركة يعني عايزين نقول الأسامي كبيرة منهم تاني في العملية السياسية وفي البرلمان، وطبعا دي مصيبة. يعني انت بترجحي ان الناس مش هتشارك عشان عودة رموز الحزب الوطني للشارع، مش عشان الأعمال الإرهابية اللي حاصلة في البلد؟ بص هقول لحضرتك على حاجة، الشعب ما بيخافش، ما بيخافش من أي حاجة، بالعكس احنا بيبقى عندنا قنبلة بننزل نبص عليها، ما بقى عندنا حظر بننزل نلعب كورة. لكن الشعب ما بيحبش حد يستهين بيه، خاصة شريحة الشباب. شريحة الشباب عندها كمية إحباط غير طبيعي، وهرجع تاني وأقولك بسبب السماح لعودة من سمحوا بإفساد الحياة السياسية فيما قبل 2011 رجوعهم تاني ورجوع ظهورهم، بل بالعكس
ده بيتم يعني بيتم التمهيد ليهم عن طريق الاعلام وعن طريق حاجات كتيره في الشارع. طب ما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كلموه في موضوع عوده رموز الحزب الوطني قال لك ان المواطن عنده قدره على انه يميز مين اللي في الصالح ومين اللي مين في صالحه ومين في ضده، فبالتالي كده المفروض ان المواطن ينزل يميز ما بين اللي هو عايزه واللي مش عايزه. المواطن ده فعلا بيبقى كده، بس لو عنده المناخ الكامل، والا ما كانش الشريحه كتيره كانت انتهزت التدين او الدين او الحاجه الماديه لاحتياجات المعيشه واستغلتها اثناء الانتخابات من ساعه ما قالوا يا انتخابات، وده شفناه قبل الثوره وشفناه بعد الثوره ولسه هنشوفه الكلام ده لما بقى المواطن فعلا فاضل له اخر حاجه اللي هو فكره انه يختار ايه عشان ايه، لكن لما هتضغط عليه في حاجته اللي هو محتاجها في حياته اللي كل يوم ما ينفعش انك تقول كده. طيب سؤال اخير، انت شايفه ان احنا ده الوقت المناسب لإجراء الانتخابات، ولا شايفة ان احنا كان المفروض نأجل شوية العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب 2015 لحين الانتهاء من تخليص البلد من الإرهاب وضبط الحياة السياسية والحاجات دي؟ بص خليني انجز لك الموضوع بسرعة. يعني انا واحدة من الناس كان نفسي ان المؤتمر الاقتصادي ان شاء الله يمر بسلام والبرلمان يمر بسلام وزي ما بنمشي كده واحدة بوينت بوينت واحدة ورا التانية نشتغل عليها، لكن احنا انت البلد عندك دلوقتي في وضع خطر، تمام؟ عندك مشاكل اقتصادية، عندك مشاكل امنية وخاصة بالارهاب، انت بتحارب عدو ما انتش عارف هو فين، وفي فلوس كتيرة يعني بتستهلك في الحاجات دي. انا شايفة ان البرلمان دلوقتي ما هو الا نزيف مادي اقتصادي لينا في نفس الوقت، وفي هجوم وما فيش لسه قوانين حصلت منها تنفيذ قوانين عزل لمن افسدوا الحياة السياسية او الحياة الاقتصادية في مصر، يبقى انا شايفة ان البرلمان وجوده دلوقتي كان امر لازم ان هو يتأجل شوية لغاية ما نبقى نستقر امنيا نستقر ماديا ويحصل قوانين محترمة يتم تنفيذها بعزل كل من افسد الحياة الاقتصادية والحياة السياسية في مصر. ريما المهدي الناشطة وعضو حركة مراقبون، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مساء الخير، اتعرف على حضرتك. علاء سعيد محمد. اهلا وسهلا. حضرتك شغال ايه؟ بشتغل في مجال الكمبيوتر كهرباء. كمبيوتر وكهرباء. احنا بنعمل تقرير النهارده عن الانتخابات. حضرتك شايف هل المواطنين هينزلوا ينتخبوا في ظل التفجيرات اللي حاصله الايام دي في البلد؟ اكيد طبعا، خايف على مصلحه البلد لازم ينزل دلوقتي، حتى لو كان في تفجيرات، حتى لو كان في اي حاجه. ليه؟ لازم يبقى في سرعه في الاداء بالنسبه للحكومه، وان الشعب يفوض الحكومه ويخلص، مش عايز تتاخر اكتر من كده. طيب انت شايف ان ده وقت مناسب لاجراء انتخابات مجلس الشعب 2015، ولا ممكن ناجل شويه الحين؟ لا ما ينفعش تاجيل. ليه؟ يعني لازم نثبت لاي ارهاب في البلد اي حاجه، ان البلد ماشيه خالص، ما فيش حاجه هتهدد الشعب. انت شخصيا هتنزل؟ اه طبعا. انت دايرتك ايه؟ سيدي جابر. سيدي جابر، شكرا. عفوا. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا فندم، ازيك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. صاحب تاكسي الثوره، خليك. ايه رايك في الانتخابات؟ انا انتخابات انتخابات مجلس الشعب اللي جايه دي، البرلمان اللي جاي دوت، اولا انا بطلق عليه برلمان تجاري الوطن وتجاري الدين. وانا بقول عذرا كلمه انا، ان الانتخابات اللي جايه دي خلاص، الانتخابات في مصر فقدت مصداقيتها تماما مع جموع الشعب المصري، وهبانت اكتر في انتخابات الرئاسه، وهتبان اكتر من كده في انتخابات البرلمان، اللي هو البرلمان لما يجي يسمح ان يبقى الفلول يعود تاني، يبقى مفيش داعي بقى ان احنا نتكلم بقى عن ثوره ويتضرب لها تعظيم سلام. الثوره اللي شوهها اساسا النظام اللي احنا لحد دلوقتي ما اسقطناهوش. يا فندم عشان نتكلم على انتخابات ونتكلم على ثوره، نفكر الاول الناس اللي ضحوا بحياتهم عشان احنا نعيش في حريه وامان وفي وطن العدل في كل انحائه. نفكر في عيون راحت عشان تضيق لنا الطريق. نفكر في معتقلين وسجون كل يوم بتتبنى للمعتقلين اللي بتتشوه بيقول عليهم ارهابيين. ارهابي عشان بيقف يدافع عن نفسه. يقف يدافع عن ثوره، ما هي نفسه، هي ثورته، هي حلمه، هي مستقبله. لما نيجي حضرتك ونلاقي واحد زي بطل من رموز الثوره محمد دومه
اللي فقد عينيه الاثنين حضرتك؟ لا حراره بقى مش دومه. محمد دومه بتاع دمنهور غير الدكتور احمد حراره. لا المصابين كتير قوي يا فندم، مصابين كتير قوي. محمد دومه لما ينزل في الذكرى بتاعه 25 يناير 2015 الذكرى الحزينه للثوره ويتم القبض عليه بدل ما الدوله بتاعتنا تكرمه، دي مش اهانه لشخص هو، دي اهانه لاجيال جايه بتحلم ان هي في ثوره اتعملت عشانها، ثوره ابهرت العالم بس يا خساره خزنها بجهلنا. بدات بيسقط النظام ثم عيش حريه عداله اجتماعيه، فين اللي اتحقق فيها؟ وهي مشكلتنا ان احنا قلنا نسقط النظام، طب ايه بعد اسقاط النظام؟ ثورتين لحد دلوقتي مش عارفين ايه اللي بعد اسقاط النظام، هي دي المشكله، تشتيت الافكار، يتشتت الميدان، تبتدي الصراعات، يبدا اللي هم اساسا احنا بنحاولوا نسقطوهم او بنسعوا لاسقاطهم هم اللي يقعدوا يضحكوا علينا، لحد دلوقتي ما زالوا بيضحكوا علينا، وما زال المسلسل الهزلي مستمر الى ان يعود احمد عز ونظام مبارك باكمله الى الحكم، لما الثوار في السجون ونظام مبارك كله براءة. شكرا ايها القانون، لقد احترمت ثورة جيل. طيب سؤال بقى، انت شايف الانفجارات اللي حاصلة ديت في اسكندرية، طيب هل تعتقد ان المواطن هينزل ينتخب في ظل الانفجارات اللي حاصلة وعدم الاستقرار الامني في البلد؟ حضرتك المواطن المصري نزل وسط القنابل المسيلة للدموع وسط التفجيرات اللي كانت بتحصل في الميادين في الثورة والقتل والنهب واللي كان المسلسل اللي كان بيحصل دوت، نزل المواطن بأطفاله، كنا بننزل بأطفالنا، أنا كنت بأمن على أطفالي وهم في الميدان أكتر ما بأمن عليهم في البيت، ما كنتش بخاف، كانوا بيقعدوا فوق سقف العربية وموجودة لحد دلوقتي، وعشان كده صور الميادين أطلقوا على التاكسي دوت تاكسي الثورة. المواطن لو كان حس إن صوته مسموع وهيتنفس وصوته صاحب قرار، مش لو في تفجيرات، لو في براكين بتطلع من الارض هينزل. هو انا يا فندم اللي عايز امان بيفكر في امان ولاده، ان هو بيبني لهم مستقبل ليهم، مستقبلهم مش فلوس، مستقبلهم يحسوا بالكرامه الانسانيه ان هم مؤثرين في بلدهم. هينزل طيب فيه. يعني انت معانا كده ان انت بتقول ان الناس هتنزل رغم الانفجارات بس؟ لا مش هتنزل. امال هتنزل ليه؟ مش هتنزل لان هي اساسا ما عندهاش مصداقيه. هنتخب مين يا فندم؟ هنتخب مين؟ انا هنتخب شخص ولا هنتخب فكر؟ فين الافكار؟ ما لو كان الاساس نزل بافكار كان اللي بعد كده هيجي بافكار. فين البرنامج؟ مفيش برنامج. ولو اتقالت برنامج خلاص، برنامج على ورق، فين اللي بيتطبق؟ مفيش حاجه بتتطبق، لان لو حسبنا من البدايه اللي قال ووعد ما كناش وصلنا للهزل اللي احنا فيه دلوقتي. طيب سؤال تاني، انت شايف ان ده وقت مناسب لاجراء الانتخابات البرلمانيه 2015؟ هي كوقت مش مسألة كوقت مناسب، فكرة فين؟ هينتخبوا على أساس إيه؟ أنت اديتني كمواطن بسيط بحب بلدي. مش كده، مش قصدي كده، أنا أقصد إن إحنا لسه شايف أحداث الألتراس وشايف انفجارات 6 قنابل امبارح في اسكندرية وشايف حاجات كتيرة بتحصل، أنت شايف إن إحنا كان الأولى إن إحنا نظبط البلد ونستعيد أمنها ولا نجري الانتخابات؟ هو ده برضه نفس المشكله، هنظبط البلد ونستعيد امنها بايه؟ ايه الخطه الاستراتيجيه بتاعتك ان احنا هنستعيد امن الوطن؟ امن الوطن موجود لان مصر ذكرت في امان الى يوم الدين، مصر بلد الامن والامان في رباط الى يوم الدين، مسيحيين ومسلمين. المشكله مش في كلمه ارهاب، المشكله فين الامان؟ هنعمله ازاي؟ الفكر في ايه؟ حققت عداله؟ حسبت مخطئ؟ لو في مخطئ اتحاسب كنا هنوصل ان احنا المرحله الكل هيبعد عن الارهاب. الارهاب اللي بيعمله دلوقتي ايه الارهاب؟ ما انت ارهبت المواطنين من البدايه. اللي صاروا عليه طلع براءه، هو ده مش ارهاب؟ انت كده مش بتفقد منظر القانون عندي لما الاقي اللي هو اساسا سر الشعب المصري صار عليه وتحيت الثوره وحياه الدستور وكل من ياتي ليتولى حكم مصر وما هو الا خادم لشعب مصر، لان صاحب الحكم وصاحب القرار الشعب المصري. اللي صار على الناس ديت تلاقيهم براءه، يا ده مش ارهاب؟ ده ارهاب معنوي وفكري اكتر من ارهاب تفجيري. محمد علي جاد صاحب تاكسي الثوره، نشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده. دكتور يحيى بدر اهلا وسهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم على انتخابات مجلس الشعب 2015.
في ظل اللي بيحصل في الشارع السكندري دوت من حيث الانفجارات والإرهاب والعمليات التخريبية اللي بتحصل، هل انت شايف ان ده هيؤدي الى ان المواطنين هيخافوا ينزلوا؟ لا، انا شايف ان لو المواطنين هيحجموا على التصويت مش هيكون بسبب الانتخابات وبسبب القنابل، لكن بسبب ان مطروح على الساحه لا يحمل لهم اي جديد، هو ده اللي هيخلي الناس ما تنزلش. لكن حتى الان يعني القنابل ما ادتش لا قدر الله لوفيات كبيره او حوادث كبيره، القنابل معظمها قنابل صوت، لكن هي الاساس في الموضوع هيكون عمليه برنامج السياسي اللي بيطرحه الناخب. للاسف الشديد انا مش شايف ان في برامج سياسيه مطروحه، ومش شايف ان مده الدعايه المتاحه مده الاربع اسابيع كافيه ان يبقى في ناخب جاد يعرض برنامجه بطريقه جاده على الناس. ولذلك انا شايف ان النتيجه الحتميه لذلك ان الناس هتستحجم على الانتخاب، لان بمنتهى البساطه مش شايف ان في ورا الموضوع اي جدول. طيب بما اننا تطرقنا للبرامج الانتخابيه والسياسيه وكده، لو انت كمواطن قدامك اختيار واحد من ثلاثه، مرشح ما تعرفوش خالص، ما تعرفلوش اصل ولا حاجه، ومرشح فلول، ومرشح اخوان، هتختار مين؟ انا عن نفسي ساحكم على التصويت، لان في النهايه انا ارغب في ان اجلب صوتي الشخص اثق فيه وشخص عنده برنامج انا متفق معاه. إذا ما كنتش متفق معاه بنسبة 100% 80% 70% على الأقل يكون عنده برنامج يحقق لي جزء من الأحلام بتاعته، لكن واحد ما عرفوش مش هنتخنه. واحد زو ميول من التيار الإخوان أنا مش هنتخنه، لأن إحنا جربناه وعرفنا إن بالنسبة لهم الانتخابات مجرد سلم للوصول للسلطة. ونفس الشيء لمن يسمون نفسهم فلوه، بالنسبة لهم الانتخابات سلم عشان يوصلوا للسلطة. أنا إيه اللي يجبرني أنتخب واحد في الآخر أنا مش هيخدمني أو ما عرفوش؟ أنا هحجم على التصويت. طيب نسيغ السؤال بطريقة تانية، لو في برنامج عجبك تمام واقتنعت بأن البرنامج دوت برنامج قوي ويستحق أن صاحبه الانتخاب أنك تصوت له، بس الانتخاب بس البرنامج دوت كان واحد هو يعني مثلا لو كان لواحد فلول أو واحد إخوان أو واحد ما تعرفوش، ما هو حضرتك النقطة هو البرنامج، ما أنا بقولك البرنامج عجبك، برنامج عجبني، ما هو برضه لازم واحد يسأل نفسه السؤال، هل الشخص ده قادر على تنفيذ البرنامج ولا لا؟ عشان دي نقطة إن أنا لازم أتعرف على المرشح، عايز أعرف الراجل ده فعلا قادر ينفذ البرنامج، مؤمن بالكلام اللي بيقوله ولا بيرمي لي شوية كلام في الدعاية، وبعد كده ساعة التنفيذ هيبقى ليه وش تاني خالص ووجه تاني وأجندة هو خفية عنه. يعني تقصد ان هو مش البرنامج كفايه، البرنامج وايديولوجيته، هل هو مصدر ثقه بالنسبه لك ولا لا؟ طبعا، لان في النهايه لما بنتخب واحد بديله ثقتي. تمام. طيب سؤالنا الاخير، انت شايف ان ده وقت مناسب ان احنا نجري فيه انتخابات مجلس الشعب 2015؟ والله انا حضرتك انا من انصار كان اجراء هذه الانتخابات في وقت باكر جدا جدا جدا، للاسف احنا تاخرنا في إجراء الانتخابات، وده إدى فرصة لبعض القوى والتنظيمات التي لا نرغب بوجودها أنها تعيد تنظيم صفوفها مرة تانية، واستغلال الأخطاء الكثيرة التي حدثت في المرحلة الانتقالية. يعني أنا مش قادر أفهم إيه الحكمة إن إحنا نقعد نأجل في مجلس الشعب، وبعد كده قرار التأجيل سيكون له عواقب سلبية ووخيمة في رأيي. يعني تأجيل الانتخابات معناها إنك أنت بمنتهى البساطة بتدي للطرف الثاني الحجة بأنه أن هذا النظام لا يريد ديمقراطية، وأنه لا يريد سوى الاستيلاء على السلطة، ويريد أن ينفرد اتخاذ القرار دون وجود مجلس تشريعي رائب عليه. وللأسف الشديد في جزء كبير من ممارسات السلطة التنفيذية اليوم تؤكد ذلك. لما أنت حضرتك تسمع أن احنا طلعنا هذا الكم المهول من التشريعات، طب إيه الاستعجال؟ طب أنت طالما أنتوا شايفين أن في أجندة تشريعية محتاجة تتنفذ، أجلتوا ليه البرلمان لغاية دلوقتي؟ ليه بنعمل انتخابات برلمانيه بعد مرور اكتر من سنه من نفاذ الدستور؟ اذا كان هناك اجنده تشريعيه عاجله فلا بد ان يكون هناك مجلس تشريع، وبعد كده احنا بنتخذ خطوات غايه الخطوره. احنا الحمد لله حضرتك الدوله دلوقتي بتتكلم عن الغاء الدعم،
والغاء الدعم تماما. طب انتوا دلوقتي بتتخذوا القرارات دي من نفسكم ولا لازم يكون في سلطه تشريعيه تمثل الناس وتناقشوها وتناقشكم في هذه القرارات؟ فيعني تاجيل الانتخابات ده انا ضده قلبا وقالبا. انا شايف ان الانتخابات كان المفروض تجرى من 8 شهور 9 شهور، كانت هتجنبنا كثيره من اللغط، كانت هتحسن موقف مصر امام العالم الخارجي، كانت هتسحب البساط من الطرف الثاني بانه هتجبره انه يخوض معركه انتخابيه في وقت ان كانت شعبيته منهاره. لكن للاسف الشديد دلوقتي بعد ما اجلنا الانتخابات كل تاجيل هيصب في مصلحه الطرف الثاني مش مصلحتنا. تمام. دكتور يحيى بدر استاذ القانون بكليه الحقوق جامعه اسكندريه، نشكرك شكرا جزيلا وعلى وعد ان تجدد اللقاء ان شاء الله.